نظمت جمعية جذور بازل جذور المحبة بالتعاون مع وزارة السياحة بفندق شيراتون بدمشق. هذا البازار خصيصا لجمعية، بما أنه عنا كتير مشاريع بتخص الأولاد، عنا كمان عنا متلازمة داون الكافي سوسيت دعم لها، وبنفس الوقت في مركز الإعاقة الذهنية بتشراكة مع وزارة الشؤون، كمان هدول الأولاد ذوي الإعاقة مجهولين نسب، فأنا كتير بنبسط أنه الريع بالكامل رح يروح لإلهم ولدعم للجمعية. عنا كتير مشاريع صغيرة حلوة، عنا سيدات ببيوتهم بلشت خطوة خطوة، في ناس هلأ أول مرة وفي ناس كل مرة عم يجوا وعاملين شي جديد. احتضن البازار إبداعات صنعت بحب، تنوعت بين أعمال يدوية مميزة وإكسسوارات وملابس وأيضا أدوات منزلية. نحن هون صابون حلبي معمل بيت الغار، هو مواده طبيعية 100%، زيوت طبيعية، زيت زيتون، زيت الغار معروف طبعا قديما، زيت الغار صابون الغار. نحن كل مرة بنطلع بفكرة جديدة، كل مرة بنطلع بتصميم جديد حسب كل صبية شو بتحب، يعني قطعة زين فستانة جاكيتة اللي هي طبعا كل واحدة بتحط لمستها الفنية فيه. نحن لأنه كلياتنا مجموعة 5 أشخاص، كل واحدة بتحط لمسة بالقطعة اللي بتشتغلها. بلشت بهذا المشروع بعدين سجلت عند الشيف فراس الكويفاتية، هو اللي علمني كل الشغلات تقريبا بين الكيك والكوكيز والفريز وهيك، وساعدني كتير لأوصل لهون، والحمد لله يعني شوي شوي وصلت الحمد لله. عملت بيج على الانستغرام ومشيت الحمد لله البيج تبع الانستغرام. بنشتغل بالمخمل وبتطريز الصرمة، تطريزنا يدوي وفي بعضه ماكينات طبعا، وبنصب الريزين، عنا ورشة ريزين كمان بنصب ريزين، وتصميم اللوحات بتعتمد بالبداية على ذوقنا، بعدين بقى بنشوف الزبون شو حابب يغير يبدل اللون الاكسسوار وبنمشي على ذوقه. تخرجت صيدلة وحبيت فوت بمجال الكوزمتيك وهذا، وبلشت بالصوابين اعمل اشكال وروائح هيك اشكال حلوة، بعدين فتت بالكريمات للبشرة، الصابون اللي بيغذي البشرة للتفتيح، وعملت كريمات مرطب. أنا دائما بشتغل بالأحواض الإسمنتية يلي هي للأودور والإندور، بس هالمرة شوي تطورت وصار عندي شغلات يعني الأكسسوارات المنزلية الداخلية أكثر. البازار يتيح فرصة لمواهب وحرف يدوية بأن تجد مساحة لعرض وتسويق مشاريعها الصغيرة.